السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخوتي وأحبتي في كل مكان. إخواني الأعزاء، هذه الأيام شفنا قضية أنه تصحيح، وهي حملة التصحيح من وزارة الداخلية لبعض الأشخاص أصحاب المحتوى، أي المحتوى الهابط، وجزاه الله خير اللي صدر هذا القرار. حقيقة هذه تقريبا صار 4 أيام أو 5 أيام يوم صدر القرار، حقيقة مرتاحين قبل ما ندخل على مواقع التواصل الاجتماعي. لكن احنا مو بس هاي قضية التصحيح، احنا عندما نقول تصحيح، التصحيح للكل، التصحيح للكل، من ضمنهم الشيخ جاسم وأمثاله يصحح. عندنا بعض من عندنا هسه اليوم هسه إيناس الخالدي، ما إيناس الخالدي، مدري ايش يسمونها، وردة اسكيبة، مدري ايش اسمه، المهم ذولة على الشريفي، ذولة النماذج، هاي النماذج التعبانة يعني حقيقة. سعدون الساعدي يعني، هذا سعدون هذا مشكلة هذا. فمثل هيك نماذج طبعا لهم السجن او لهم بعدين تقرر الدولة شنو اللي تقرره الدولة بهاي القضية. لكن احنا اللي نريده تصحيح للكل، التصحيح للكل. هناك بعض الرموز الدينية جاي تنسب على المنابر، وهذول يمكن هاي القضية أخطر من عندها. اليوم احنا بعض من اخوتنا السنة جاي يسبون برموزنا، الرموز الشيعية، ونحن الشيعة ايضا يعني نسب الرموز الدينية السنية. هي ما سنة وشيعة في ذلك الوقت، لكن هي بعدين صارت يعني قضية تحزبات، قضية كذا. فاللي نرجو الكل يصحح، الكل يصحح، حتى نضع حد أن تتوقف هذه المصيبة أو المشكلة العويصة اللي صار سنين سنين. إحنا حقيقة ما جاي ما نحصل منها إلا الأذية، إلا الطائفية، سب الرموز الدينية. فاللي نرجو التصحيح يشمل الكل، الكل ينشمل. لأنه اليوم أنا هسه مثلا جيران شيخ جاسم دول من السنة، هذا أصعد عن أسب بن عمر وأسب بن عائشة وأبو بكر صبح من أمر، وأطلع أحرك بسيارتي وأمر أنا وأقول له السلام عليكم. يعني حقيقة يجوز يجاملني يقول لي وعليكم السلام، بس مجرد مجاملة. لكن أنه إذا أسب بن إمامة أو أسب رمزة، هذا يحصل فرصة عليه احتمال أنه يقتلني. وكذلك أنا إذا أسمع واحد يسب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، من أحصل فرصة يجوز قتله. فإحنا ليش هاي الطائفية ويظل هاي المشاحنات وتبقى يعني للأجيال اللي جاية؟ نحاول نضع لها حد، وهاي الحد مو أنا أضعه، لازم تريد قوة أكثر من الشيخ جاسم، قوة أكبر من الشيخ جاسم، قوة أعظم من الشيخ جاسم. الشيخ جاسم شنو؟ الشيخ جاسم مجرد يخلي كاميرا وينشر، لا أكثر ولا أقل. تريد تسمع منه، تريد ما تسمع منه، ده هاي مشكلة. لكن إحنا اللي يريد اليوم أصحاب القرار، أصحاب السلطة، أصحاب القوة، اللي هم اللي رجالات الدولة جزاهم الله خير، إنه يبدون التصحيح إنه للرموز الدينية، عدم سب الرموز الدينية. وهذا إحنا عندنا موجود أعتقد بالدستور موجود، هذا حق مشروع. فإحنا إذا نضل نسب المعمم الفلاني، السب عمر، والمعمم الثاني يسب أمير المؤمنين ويطلع أغلاط على الإمام الحسين، فهي مشكلة. فإخوان الأعزاء، المناقشة ما بيها كل إشكال، ما بيها كل إشكال، لكن السب رسول الله لا يقبل أن نكون من السبابين. عدوك هو ما يقبل السب، كيف أنه يقبل أنه السب الصحابة؟ مناقشة ما بيها إشكال، عمر بن الخطاب كذا شغلة كذا، أبو بكر شغلة كذا، الزهراء سلام الله عليها كذا شغلها، علي بن أبي طالب كذا شغلها، ماكو مشكلة. لكن أنت تجي لعنة الله على فلان كذا، فلان ابن فلانة كان كذا يتداوى، لا هاي مشكلة. هاي تشحن الطرف الثاني وتجعل الطائفية. وإحنا شفتوا أنتوا اللي مر بالعراق مهين مهين، هذا خلي يسمعها وزير الداخلية، خلي تسمعها كل وزرائنا، أخوتنا، أهلنا، ناس، خليها جاي تسمعها، وعسى وأن أنه يضعون حد لهذه القضية. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يعم الخير والأمن على العراق جميعا بحق محمد وآل محمد، وأن يجعلهم يدا واحدة
ضاربة إلى الكفر، ضاربة إلى كل إنسان يطمع بالعراق وبتربة العراق وبنفط العراق وبخيرات العراق وبأهل العراق أن يكونوا يدا واحدة تضرب تلك اليد الطامعة بحق محمد وآل محمد. لا تنسونا بأفضل الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خادمكم الشيخ جاسم الصياد.